كما قلت نتكلم بهدوء ونخاطب ضمائر التوانسة وعقلائها. هذا الخطاب وهذا التحريض الثقافة الكليانية وأتباعها هم يدفعوا في ذلك الاتجاه حتى لا يبقى مشترك في هذا البلد. حر في خطك التحريري أيتها المؤسسة الإعلامية، كنت خاصة حتى العامة، هو الآن ما عادش إعلام عمومي، أصبح خطاب يعني إعلام حكومي، ولكن للأسف الشديد أترك مجال لا تقوض آخر مشتركات التوانس. هل فيهم الرجل الرشيد؟ أقل من دقيقتين أستاذ بحري. سيد الكريم، التحريض الذي حدث منذ 2011 كان كافيا ليشعل بلدا بحجم تونس 4 أو 5 مرات، ولكنه لله الحمد هذا شعبنا المنسجم والمتواشج ثقافيا وحضاريا ودينيا، فهو ليس موزعا طائفيا وعرقيا ومذهبيا وقبليا، ظل يصغي إلى هؤلاء دون انتباه. ولكن لا ندري إن كان فعلا هذا الشعب سيصمد كثيرا أمام هذا التحريض، أمام هذا الإجرام. هذا إجرام حقيقي، يعني حمل الناس على التقاتل، حمل الناس على مهاجمة بعضهم بعضا. هذا تحريض مباشر وواضح وليس للتلميح وليس بالمجاز، هذا تحريض مباشر، ورئيس الدولة نفسه يعرض تحريضا مباشر. كلامه عن التطهير، عن الجراثيم، عن التلقيح، عن الكيمياوي، عن يعني هذا كلام فيه تحريض، ولعل الشعب سيلقحهم ولعل الشعب سيطهرهم يعني، ولكن الشعب ربما يجد لذة في هذا الكلام، ولكنه عمليا لا يجاري ولا يذهب إلى ذلك للأسف الشديد. أنا مطمئن في دقيقة، أنا مطمئن إلى أن التاريخ له عقل وليس له عاطفة، وأن التاريخ فيه ميزان، وأن الأمر خرج من سياق السياسة. نقول هذا بكل يقين، نحن لم نعد لا في معركة السياسة ولا في معركة الأفكار، وإنما البلاد تتجه نحو قدرها. نحن في ما يشبه طريق السيارة وضروط، فيها بياج وفيها بركاج، يعني فيها بياج اللي يتعدى على البياج محطة الاستخلاص يخلص ما عليه. نعم. ويواصل طريقه، ومن يقع في قبضة عصابة يحصل له بركاج، عليه أن يعالج الأمر بالطريقة المناسبة، والجميع سيمرون، من يمر بمحطة الاستخلاص ومن يتعرض للبركاج الجميع سيمرون بعد التصرف بما يمليه. نعم. تمليه الحال. شكرا جزيلا أستاذ بحري عرثاوي، الكاتب والشاعر والباحث في الحضارة الإسلامية، جزيل الشكر للكاتب الصحفي سليم الحكيمي. وفي الجزء الأول كان معنا الدكتور يوسف كاتب أوغلو السياسي والخبير الاقتصادي التركي. هكذا نأتي لختام حلقتنا، غدا في موعدنا 8:30 مساء بتوقيت تونس إن شاء الله يكون معنا الأستاذ بشر الشابي عبر تقنية سكايب.